أن ألتمس من بعض الإخوان للاستماع إلى أنشودة عربية ينشدها أمامنا الأخ محمد إمداد الله وزملائه. قرآننا 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 نور يضيء طريقنا قرآننا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا 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 فهو الأساس لمجدنا قرآننا قرآننا فهو السبيل لنصرنا قرآننا 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 يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بعزم وإقدام بصحبة الفرقان قرآننا 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 يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بعزم وإقدام بصحبة الفرقان قرآننا 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 نور يضيء طريقنا قرآننا 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 يا قوم مصدر عزنا قرآننا 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 فهو الأساس لمجدنا قرآننا قرآننا فهو السبيل لنصرنا قرآننا 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 النور في أيدينا وربنا يحمينا قرآننا يهدينا لساحة الإيمان قرآننا 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 النور في أيدينا وربنا يحمينا قرآننا يهدينا لساحة الإيمان قرآننا 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 نور يضيء طريقنا قرآننا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا 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 فهو الأساس لمجدنا قرآننا قرآننا فهو السبيل لنصرنا قرآننا 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 هيا ارفعوا يا إخوتي واستيقظوا يا أمتي هيا أعيدي بصمتي لثابت الأزمان قرآننا 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 هيا ارفعوا يا إخوتي واستيقظوا يا أمتي هيا أعيدي بصمتي لثابت الأزمان قرآننا 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 نور يضيء طريقنا قرآننا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا 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 فهو الأساس لمجدنا قرآننا قرآننا فهو السبيل لنصرنا قرآننا 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 هيا ارفعوا القرآن وواجهوا العدوان هيا ارفعوا القرآن وواجهوا العدوان وحرروا الإنسان من قبضة الشيطان قرآننا 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 هيا ارفعوا القرآن وواجهوا العدوان وحرروا الإنسان من قبضة الشيطان قرآننا 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 نور يضيء طريقنا قرآننا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا 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 فهو الأساس لمجدنا قرآننا فهو السبيل لنصرنا بارك الله فيكم الحمد لله قدمتم بأحسن طريق فالآن
التمس للخطابه من فضيله الاخ محمد جنيد امراوتي ان يتفضل مشكورا. محمد جنيد امراوتي من السنه الاولى للعالميه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وروى البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سعادة رئيس الاحتفال المؤقر والضيوف المبجلين والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحشد العظيم، كما تعلمون جيدا بأن الجامعة الإسلامية إشاعة العلوم أكلكوا جعلها الله مركزا كبيرا لخدمة كتاب الله عز وجل، وما هو أفدة المسلمين في الهند، فهي جامعة عربية مؤقرة ومؤسسة علمية عريقة وإدارة دينية فخيمة ونعمة ربانية عظيمة وتحفة سماوية موهوبة ومنظمة إسلامية شعبية تقوم بخدمة القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم العون والمساعدة للمسلمين لحل مشكلاتهم وتنفيذ مشارع الدعوية والتعليمية والعصرية والرفاهية، وتبذل كل غال وثمين في سبيل خدمة الأمة الإسلامية في كل مكان. ومن أبرز أهداف الجامعة نشر القرآن الكريم بين الشعوب المسلمة ترجمة وتجويدا وقراءة، وترسل الجامعة قوافل الحفاظ في شهر الصيام رمضان لإمامة المسلمين في صلاة التراويح. إن اهتمام الجامعة بالقرآن الكريم وعلومه أمر بديهي ملموس لا يحتاج إلى تقديم البراهين والأدلة، رغم أنه حديثة الأهد في مبانيها الجميلة الشامخة وفي مشاريعها الجليلة المتمفجة. فالجامعة الإسلامية إشاعة العلوم اسم ملا العالم كله بنور خدماتها المعجبة وحسن أعمالها الرفاهية وجودة فعالياتها الخيرية، فزادها الله شرفا ورقيا ازدهارا وشيوعا. أيها الفخامة، كما تعلمون بأن القرآن الكريم له منزلة قدسية رفيعة، أنه كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو العاصم من الضلال لمن تمسك به، لمن تمسك به واعتصم بحبله المتين. ويترقى صاحب القرآن حسب أخذه من القرآن الكريم. فنذراً وتأكيداً لهذه الأهمية للقرآن الكريم، قام سماحة خادم الكتاب والسنة الشيخ غلام محمد الوستانوي حفظه الله ورعاه، الرجل النضيل العبقري المتحمس بخدمة مؤفقة جليلة لكتاب الله عز وجل من إقامة كتاتيب القرآنية في جميع ولايات الهند حتى بلغ عددها 2615 حلقة، وبعقد المسابقات القرآنية في التجويد والترجمة والحفظ والتفسير، أولا على مستوى الولايات والمديريات ثم على مستوى الهند في رحاب الجامعة، يحضرها عدد وجيه من الحفاظ والقراء والمجودين والمفسرين يساهمون فيها بكامل النشاط والحركة. وكذا عقدت الجامعة حتى الآن 6 مسابقات مؤفقة تاريخية لعموم الهند، وهذه مسابقة سابعة في حياة الشيخ
Al-Wastanwi hafidhahullahu wa ra'ah وأبقاه زهرا للإسلام والمسلمين وخدمة لكتاب الله عز وجل وهنا أختتم كلماتي مع هذه الأبيات ها أنتم في مركز القرآن ها أنتم في مركز القرآن فيه الشفاء وراحة الوجدان إنا نشكركم أيها الوستان شكرا لعقد مسابقة القرآن يا خادم الكتاب أنت إمامنا يا خادم الكتاب أنت إمامنا وكفاك فخرا خدمة القرآن فقد اختارك الله لخير عمل وبلغت مساعيك كل مكان اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله الأطهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا لكم.